بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم، ينطلق شوط من هذه الاشواط المميزه والاشواط الجميله، وفي هذا اليوم الختامي لمهرجان جائزه الزايد الكبرى هنا في هذا الميدان مشاهدينا سوف تختتم في هذه الامسيه، ونحن نتابع هذه الانطلاقات الجميله من عاصمه الميادين على الهواء مباشره مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم. نتابع معكم الانطلاق، نتابع معكم الشوط، والمركز الاول هناك حيث متواجد على الشاشه، والمتابع هو كذلك الطف مملوك لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان مع أداء جميل جمعة بن عتيق الرميثي بو خليفة المحترف في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني بجواره تماما مياس مملوك لهجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما من وصل من الجانب الآخر واحتل المركز الثالث هو كذلك سراب لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان، ومع انطلق مع هذا الأداء الجميل. والمركز الرابع، مركز الرابع والدخول اللي قادم مع هذا الأداء الجميل المميز مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، الذي انتقل في هذه اللحظات وانتقل إلى المركز اللي قادم هو المركز الذي وصل بجواره تماما مشاهدينا شعار سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسلطان مشاهدي الأعزاء محمد بن سعيد الملعاي، سلطان بن محمد بن سعيد الملعاي هو من يضمر مشاهدي الأعزاء بعدي الذي وصل في هذا الأداء الجميل، بينما من وصل واحتل المركز السادس هناك وصول قدوم من رداء لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي، أبو أحمد متواجد مع هذا الأداء والانطلاقة الجميل، بينما من الجانب الآخر شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم الذي تقدم مشاهدينا مع سوقان وعبد الله بن سالم المسافري عاشق هذا الاسم، هذا اسم سوقان بالفعل وكابتن الطياره. نتابع معكم الدخول اللي قادم بقوه في هذا الاداء والانتقال من قبل مشاهدينا الذي وصل واحتل المركز السادس وهو السابع في هذا الاداء، والثامن وصل في هذه اللحظات مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان وجمعه بن عتيق الرميثي الذي دافع باكثر من عتاد من خلال هذا الشوط مشاهدينا في كل مكان. والمركز العاشر وصول وقدوم وتقدم من قبل مشاهدينا اللي وصل سراب من هجن الرياسه وحمد بن احمد بن مايد الخيلي، هذا الشاب الذي دخل بقوه في هذا العالم الساحر وعالم التضمير لسباقات الهجن العربيه الاصيله. مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم، نتابع معكم الاداء، نتابع معكم الانطلاقات، وما زلنا معكم على الهواء مباشره وعودة إلى الطف، الطف اللي قادم بقوة مشاهدينا في هذا الجو الجميل، الجو الرياضي مشاهدينا في هذا الأداء لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان، ومع جمعة بن عتيق الرميثي أبو خليفة الذي ينطلق من البداية بهذا الانطلاق المميز والانطلاق الجميل على الهواء مباشرة. المركز الثاني وصل مياس من هجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي الظافر، وصل بقوة وبجواره تماما مشاهدينا انتقال وقدوم من قبل هذا الشعار ايضا الجميل والشعار المميز مشاهدينا من قبل سراب لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان احد الشباب ايضا الذين اتوا بقوه، احمد الخلفان بالصايغ المزروع جنت المال الذي ينطلق بقوه مشاهدينا مع المركز الثالث، وصل وقدم في المركز الرابع والتقير اللي طرى وجرى على المناطق الخلفيه من قبل مشغل وهذه السلاله المختبريه وسلاله المختبر الذي انجز العديد والعديد هذا المختبر مشاهدينا، وكما شاهدنا السلالات الجميله التي نظمت من خلال هذا المهرجان الكبير مشاهدينا. مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان وجمعه بن عتيق الرميثي الذي يتقدم مع المركز الاول والمركز الرابع، ابو خليفه قادم بقوه لهذا الشوط مشاهدينا بتكتيك عالي الجوده. نعود ونتابع معكم المركز الخامس، المركز الخامس وصول وقدوم من قبل هملول لمعالي
الشيخ محمد بن بطيه الحامد، وصل بقوه مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري الذي ما جبنا له الطاري ودخل مشاهدينا الدايركت في المركز الرابع والمركز الخامس. بدون من الجانب الاخر تدخل مع سوغان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري الذي وصل بقوه وانتقل من الجانب الاخر. كذلك ما كان عندنا في النداء الاول وصل من الجانب الاخر بقوه. خلونا نتابع القدوم والتغيرات التي تطري وتجري دائما مشاهدينا من خلال هذا الشوط وهذا الانطلاق وهذا المهرجان الجميل. نعود للمركز السادس، وصل شاهين لسمو الشيخ محمد بن المر المكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من دفع بهذا ايضا مشاهدي الاعزاء سلال السوقان. بينما من الجانب الدوني المدير وصل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان مع هذا الاداء المميز مشاهدي الاعزاء والصادق فضل الامين. ووصلنا الى المركز التاسع، حيث تقدم المركز التاسع هناك رداء لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي مع هذا الاداء الجميل. بينما المركز العاشر من وصل واحتل المركز العاشر سوقان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري. مشاهدينا من يتابع ويرافق هذا الشعار الازرق الجميل، هذا هو الشوط امامكم والنداء الثاني على التوالي. والزمول ما زالت مشاهدينا تؤدي بهذا الاداء الجميل، الاداء التلقائي والاندفاع الذاتي وعدم الاوامر التي تحضر دائما مشاهدينا في بدايه الانطلاق، ويستعملون الاخوه المضمرين مشاهدينا هناك الأجهزة والآلي في الأمتار الأخيرة وفي الكيلوهات الأخيرة، ومشاهدينا هذه ترجع لكل مضمر. نعود للشوط ونعود للأداء ونعود للمركز الأول، ما زال الطف بكل أداء جميل وبكل أيضا روعة وبكل رشاقة، وهو في الصدارة يقدم من البداية ومنفرد بالشوط. وتعود الملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان. هذا مشاهدينا الأعزاء جمعة بن عتيق الرميفي الذي دفع بالطف المعترف من البداية ودافع أيضا بمشغل. ولكن خلونا مع المركز الثاني، المركز الثاني وصول مع مياس من هجن الرياس اللبذة يقترب بقوة، ومياس من السلالات التي أيضا ينحسب لها حسابة دائما في سباقات الهجن العربية الأصيلة، وهذا الشعار الذي دائما يأتي بقوة في الأمتار الأخيرة مشاهدينا في كل مكان. وعالي بن يميل الظافر يعرف أيضا كيف يسيطر وكيف يدبر مشاهدي الأعزاء وكيف ينادي على هذا القعود وعلى هذا مشاهدي الاعزاء السلالات الجميله. نعود مع المركز الرابع الثالث، هناك وصل سراب ليتسلل مشاهدي الاعزاء اللي قادم بقوه لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان، وهناك احمد بن خلفان بالصايق المزروعي من ايضا يسوق كلمات الاداء وكلمات الناموس ابو شهاب ايضا مشاهدي الاعزاء. ونصل واياكم الى المركز الرابع، حيث تقدم في هذه اللحظات والتقدم الجميل والملحوظ من قبل هناك شاهين لسمو الشيخ محمد بن المر المكتوم المكتوم بدا يوصل بقوه مشاهدينا ومع اداء مميز وقادم بقوه سعيد بن عبيد السبوسي. بينما من الجانب الاخر مشاهدينا في كل مكان، من الجانب الاخر القدوم والتقدم والانقضاض على المراكز المتقدمه، هناك وصول من قبل شاهين وصل مشاهدينا الاعزاء شاهين من الناحيه الاخرى لصاحب السمو الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود. بدا يوصل مشاهدي الاعزاء ويدخل مباشره من المناطق الخلفيه مع سعيد بن هديبان المري احد الخبره مشاهدينا في عالم التضمير وفي عالم الاداء الجميل. ولكن من الجانب الدوني فاجانا المدير ليتقدم بهذا الاداء المميز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان والصادق فضل الامين. مشاهدينا ايضا من يقدم في هذا الشوط والاداء مميز، وما شيء باقي اللي بيقرب يقرب يا شباب، اللي بيقرب هناك يقرب. ومشغل في المركز السادس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان مع جمعه بن عتيق الرميثي. كاميرات المخرج الهواري تتجول لتلتقط كل كبيره وصغيره كالعاده ليظهر هذه الصوره الجميله المشرفه من عاصمه الميادين. وعودنا هذا الميدان بالمهرجانات الكبيره وبالمهرجانات التي تنظم في عاصمه الميادين مشاهدينا، والحضور الجماهيري الذي يصاحب هذه المهرجانات.
المهرجانات مشاهدينا كالعادة، نعود للصدارة، نعود للأداء. بدينا مشاهدينا، بدينا وبدأ الطف مشاهدينا، بدأ الطف الانعطاف مشاهدينا إلى المنصة الرئيسية. ومع هذا الشعار، شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الله يا أبو خليفة، الله يا جمعة، الله يا جمعة، في يوم السبت جمعة يقدم هذا الأداء. والمركز الثاني وصل مياس، وصل مياس، بدأ ينطلق مياس، وبدأ في الكيلو الأخير مياس يشكل الضغط القوي. مياس من عمق الميدان بشعار الجماهير، شعار هجن الرياسة، شعار تعود على الرموز، شعار تعود دائما مع جماهيره ومع مشجعيه. الله يا الظافر، give me come in number three please director أو المخرج. الله يا أسامة، الله أعطني الضيف اللي قادم من المملكة العربية السعودية، قادم بقوة. الله شاهين لصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود سعيد بن هديبان. قلنا لكم من الأسامي التي تعرف التضمير، قلنا لكم بن هديبان من الخبرة المتراكمة، ولكن مياس ما عند الهادي، وشعار الجماهير ما يطيح، شعار الجماهير ما يطيح. ركز معايا الظافر، وصل بن هديبان في المركز الثاني، المركز الثالث، ما هناك الطف، ولكن مياس، 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 ووصل الثاني، وصل المركز الثاني، وصل شاهين، شاهين ولا مياس، مياس ولا شاهين، مياس شاهين، مياس شاهين. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ما يطيع شعار الجماهير وشعار مؤسسة الرياسة، هو من احتفظ حتى الرمق الأخير ليكونوا حاضرا مع الجماهير. شكرا أبو سعيد، شكرا الظافر على الأداء المتميز، على هذا الركض الذي أدى به. مشاهد الأعزاء، كان مياس عند الشوط وتهانينا والمركز الثاني. الله يقول الحق، الضيف ما قصر، لصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، شكرا سعيد بن هديبان المري، قدم أداء رائع مشاهد الأعزاء في الفوتو فينيش. ومشاهدينا والمركز الثالث كان هناك أيضا، المركز الثالث كان أيضا الطف لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان. المركز الرابع كان أيضا هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطل الحامد. المركز الخامس كان وصل مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد، ونحن مع الفوتو فينيش والهواري وعند الكلمة الأخيرة بالفعل عندما توقعنا مياس، وهو كان عند حسن ظن جماهير هذا الشعار. تهانينا سلالة صغانية مشاهد الأعزاء، والتحمل دائما معها، وتهاني الهجن الرياسة. شكرا الظافر، التوقيت الزمني 13:14 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، وشكرا الظافر. تهانينا المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ عبد العزيز، سمو الشيخ عبد العزيز بن سعود بن نايف عبد العزيز آل سعود. شكرا بن هديبان سعيد 13:14 8 أجزاء من الثانية، حصل على المركز الثاني، بينما من حل في المركز الثالث كامل نمبر 3 مركز الثالث. مشاهدينا ساعات وصول الطف، تهانينا لسمو الشيخ زايد حمدان بن زايد. شكرا المحترف أبو خليفة 13:16 وجزئين من الثانية، وإلى الناموس والناموس للجميع.